متابعينا الكرام، متواصلين مع حضراتكم في أشواطنا المتتالية في صباح هذا اليوم، لتعلن انطلاقة شوطنا 17 للإبكار الإجذاع المحليات الأصايل، وشوط خاص بالإنتاج والمنتجين. لتعلن هذه البداية لأبدأ مع منحاف من تحتل المركز الأول بشعار سالم بن دغاش بن محمد العامري، منطلقا مع المركز الأول مع منحاف وحضور منحاف المركز الثاني، القدوم والحضور من عالية أحمد بن جمعة بن مطر بن مصبح الخيلي مع المركز الثاني والمركز الثالث، الحضور والتواجد من الوثبة بشعار محمد بن عبيد بن عيد المنصوري يقدم لنا الوثبة، بينما المركز الرابع شف هي القادمة بشعار حارب بن مغير بن سالم العميمي يقدم لنا شف بهذا الحضور مع رابع التحديات، والمركز الخامس وتابع ملوح القادمة في هذه اللحظات بشعار سيف ماجد بن طماش المنصوري من يقدم لنا شعار مع سادس المراكز أو خامس المراكز، المركز السادس القدوم مع حشمة بشعار سيل بن سالم بن حمرور العامري، وأتابع المركز السابع المدينة الخميس بن عبيد بن أحمد بالمرر من يقدم لنا شعاره ويحضر مع شعاره، بينما أتابع حشمة القادمة أيضا بشعار سيل بن قريع بالروس العامري قادم بالروس وحاضر مع حشمة وشعار حشمة القادم، بينما القدوم بينما الحضور مع شديد عبيد بن خميس بالسم المنصوري، وأتابع أيضا الانضمام والحضور من منصب سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي هو القادم، الفلاحي هو الحاضر في هذه اللحظات، بينما القادمة راهية بشعار عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاكتبية، هكذا النداء لهذه الأسماء لهذه الشعارات المتواجدة، ولكن منحاف مع المركز الأول منحاف، هنا سالم بن دغاش بن محمد العامري مقدما لنا منحاف، بينما المركز الثاني منصب هي القادمة هنا يقدمها في هذه اللحظات أو ملوح بشعار سيف بن ماجد بن طماش المنصوري، بينما المركز الثالث القدوم من شفة لحارب بن مغير بن سالم العميمي هو القادم، العميمي هو الحاضر، بينما القدوم هنا أتابع مشكورة القادمة في هذه اللحظات شديدة عبيد بن خميس بالسم المنصورية، أوصلت وحضرت حشمة، أوصلت هنا بشعار السيل بن قريع بالروس العامري قادم مع حشمة وحاضر مع شعار حشمة، بينما الحضور بينما القدوم من الجانب الأيمن لتحضر بشعارها وت تنطلق منصب لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي قادم، الفلاحي واصل بهذا الحضور، ولكن البداية الحضور الأول الانطلاق الأول مع شديدة عبيد بن خميس بالسم المنصوري، ولكن الفلاحي مع منصب سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي بدأ في الانطلاق، بدأ في الاندفاع وشديدة قادمة، والقادمة عالية 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 هي القادمة لأحمد بن جمعة بن مطر بن مصبح
الخيالي الخيالي ابداع 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 يا مالك عالية يا مالك عالية والاداء عالية والاداء كبير يا احمد يا بن جمعة يا بن مطر يا بن مصبح يا الخيالي يا الخيالي ابداع وامتاع مع عالية تانينا والف مبروك المركز الثاني شديد عبيد بن خميس بسام المنصوري والمركز الثالث منصب سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي والمركز الرابع ملوح سيف بن ماجد بن طماش المنصوري والمركز الخامس راهي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاكتبي تانينا لمالكي هذا الشعار ومالكي عالية احمد بن جمعة بن مطر بن مصبح الخيلي على هذا الفوز والانتصار الكبير المركز من اختطفت ناموس هذا الشوط بكل جدارة 6:09 سبعة أجزاء من الثانية والمركز الثاني كان حضور شديد لعبيد بالخميس بالسم المنصوري 6:11 ستة أجزاء من الثانية والمركز الثالث منصب سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي 6:11 سبعة أجزاء من الثانية تانينا والناموس لجميع الفائزين.